أهلا بكم. مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية ملفات خدمية وأخرى اقتصادية على طاولة الحكومة. في اجتماع لمعالجة نقص الطاقة، رئيس الوزراء يعد الكهرباء من أسس النهضة التنموية للبلاد. لإحياء زيارة الأربعين كربلاء المقدسة مقصد الملايين، الكرم العراقي يتجلى بأبهى صورة. تنفيذا للبرنامج الحكومي التحول الرقمي يتعاظم في المؤسسات، اختزال للوقت ومكافحة للفساد. استمرار جهود تعيين حملة الشهادات العليا والأوائل، توزيع نحو 14 ألفا منهم على دوائر الدولة. تتابعون هذا وأكثر على رأس الساعة القادمة. إلى اللقاء.